في دليل إرشادي هذا سنستخدم مثال ألتيما بزنس للتسجيل في منتجات نظام ألتيما الإيكولوجي. انقل تقل لموقع ultimabusiness.com في النافذة اليمنى العلوية سترى زر ساين أب، انقر عليه. ستفتح نافذة التسجيل في سمارت باس ويحدث التسجيل في هذا النظام تحديدا. أكمل جميع الحقول المطلوبة، الإيميل وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور والاسم الأول واسم العائلة والبلد الذي تقيم فيه. بعد استكمال الحقول يجب أن توافق على شروط الاستخدام. اقرأها بعناية. وضع 3 مربعات اختيار بجوار الحقول المناسبة على الجانب الأيمن من الشاشة. بعد الاستكمال انقر فوق زر ساين أب. إذا فعلت كل شيء بشكل صحيح ومؤكد فسترى رسالة على الشاشة توضح التسجيل الناجح والصحيح والحاجة إلى تأكيد إيميلك. لتأكيد إيميلك انتقل إلى صندوق البريد الخاص بك وابحث عن إيميل سمارت باس. إذا لم ترى الرسالة في صندوق البريد الخاص بك فتحقق من مجلد سبام وانقر على زر تأكيد Confirm Email في الرسالة. انتهى الأمر، لقد سجلت بنجاح في سمارت باس. للانتقال إلى موقع ألتيما بزنس انقر فوق زر Go to Ultima Business. إذا ظهر لديك أي سؤال أو استفسار حول عملية التسجيل يمكنك دائما التواصل مع فريق الدعم الخاص بنا.